هكذا يبدو المشهد في موريس بمحافظة الضالع. الجبهة عادت إلى وتيرتها من المواجهة الشديدة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، وبين ميليشيا المخلوع صالح والحوثي من جهة أخرى. أنباء الساعات الأخيرة تشير إلى تقدم كبير للجيش والمقاومة في هذه الجبهة، وسط إصرار من المقاتلين على تضييق الخناق على عناصر الميليشيا المتمركزين في قرية رمى الواقعة إلى الغرب من موريس. حقا صارت على جميع المراحل وعلى جميع الجبهات، خاصة عندنا في محور جبهة موريس، حقا صارت يعني ممتازة. ضربنا العدو ضربات قاصمة، ويعني ضربنا حصار على الحوثيين الآن في جبهة رمى، يعني حصار مطبق، والحمد لله على كل حال وانتصارات، وعلى كل حال سنحقق النصر إن شاء الله حتى نحرر صنعاء ومران. هذا الإصرار يعززه هؤلاء المقاتلون الذين يبدو أنهم مصممون على إلحاق الهزيمة بالميليشيا إذا ما استمرت المعارك بهذه الوتيرة وتوفر ما يكفي من الإمدادات القتالية لمواجهات الساعات والأيام المقبلة. تقدم مستمر باتجاه إحراز مكاسب جديدة على أرض المعركة التي يبدو أنها أصبحت أكثر اتساعاً مع اشتعال المواجهات لتشمل جبهة حمك المتاخمة لمحافظة إب المجاورة للضالع من الناحية الشمالية، والتي شهدت هي الأخرى مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط العشرات في صفوف الميليشيا بين قتيل وجريح. في معسكر الصدرين، أحد أهم المعسكرات في الضالع، تتواصل عمليات التأهيل والتدريب المرتبطة بمعركة التحرير. العلم الوطني وحده يرفرف هنا مؤذنا بانتصار الجمهورية على فلول الإمامة الجدد، وقريبا جدا ستنقشع أجواء المعركة عن مرحلة جديدة يكون لهؤلاء المقاتلين شرف التحضير لها بعرقهم ودمائهم وإرادتهم التي لا تلين.